متابعينا متابعي اليوم السابع، اهلا وسهلا بحضراتكم في بث مباشر من محافظة الاسكندرية، ونحن نتابع مع حضراتكم حالة الطقس السيء اللي بدأت تضرب اسكندرية منذ امس في موجة جديدة من التقلبات الجوية وامطار متقطعة ومستمرة على مدار الساعة، يعني منذ امس بكثافات متفاوتة وبشكل متقطع تهطل الامطار غزيرة متوسطة وخفيفة احيانا ثم تهدأ قليلا وتعاود هطول الامطار مرة اخرى على محافظة الاسكندرية. يعني كما نتابع مع حضراتكم السحب الثقيلة السوداء المعبأة بالمياه تغطي سماء الاسكندرية بما ينذر بهطول امطار خلال الساعات القادمة وخلال فترات النهار، خاصة كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية وأكدت على أن اسكندرية النهاردة هتشهد أمطار يعني زي اللي شهدتها امبارح بكثافة تقدر من 50 إلى 60%، ويعني خاصة خلال فترات النهار. امبارح تابعنا مع حضراتكم أيضا هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة على فترات متقطعة، والنهاردة مكملة معانا حالة التقلبات الجوية زي ما بنتابعها مع حضراتكم في اسكندرية. ده طبعا بجانب الانخفاض الكبير اللي بتشهده المحافظة في درجات الحرارة، اسكندرية سجلت 15 درجة في العظمى، وده انخفاض كبير يعني يؤدي إلى الشعور الشديد بالبرودة، كمان سجلت في الصغرى 8 درجات فقط، وده يؤدي إلى البرودة القارسة خلال فترات الليل. ونناشد حضراتكم بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خاصة في فترات الليل. يعني الاسكندرانية متعودين على هذا الطقس والأمطار المستمرة خلال فصل الشتاء خاصة في يناير، ولكن يعني أكتر ما يعاني منه أهالي اسكندرية في تلك الأيام هو البرودة القارسة، ويعني اللي بيتميز بيها شهر طوبة من كل عام وبيواكب شهر يناير اللي بيعتبر يعني من أبرد وأسقع شهور السنة. السنة دي كمان يعني البرد شديد جدا وبرودة قارسة يعاني منها أهالي اسكندرية خاصة في فترات الليل. شركة الصرف الصحي يعني أعلنت حالة الطوارئ منذ أول أمس مساء، وقامت بنشر معدات الشركة وسيارات الشفط والبدالات لتصريف مياه الأمطار أول بأول من الكورنيش والشوارع الرئيسية طبعا لتيسير حركة المرور وعدم تعطلها خلال فترات هطول الأمطار. وزي ما احنا شايفين مع حضراتكم يمكن الكورنيش يشهد سيولة مرورية واضحة بسبب تصريف مياه الأمطار أول بأول. طبعا يعني كل السحب السوداء الكثيفة اللي بتغطي سماء اسكندرية دلوقتي واللي احنا بنشطدها مع حضراتكم ده معناه هطول مزيد من الأمطار الغزيرة والمتوسطة، وزي ما قالت هيئة الأرصاد الجوية اللي تصل كثافتها من 50 إلى 60%، ويعني حالة من التقلبات الجوية الشديدة في تلك الأيام تشهدها المحافظة الساحلية. كمان الموجة بتمتد لعدد من المحافظات الأخرى زي محافظات الساحل الشمالي ومحافظات الوجه البحري.
يعني بالرغم من تلك الموجة وهطول الأمطار، إلى أن الوضع يعني كما نتابع مع حضراتكم يعني تحت سيطرة الأجهزة التنفيذية، ولم يصدر قرار بتعطيل أي من امتحانات النقل اللي شغالة دلوقتي، أو كمان امتحانات الجامعة، جامعة اسكندرية. الامتحانات تسير بشكل طبيعي جدا، وغرفة عمليات مشكلة من مديرية التربية والتعليم لمتابعة تداعيات هذه النوة وتراكم مياه الأمطار في أي من المدارس. كمان يعني لم تصدر هيئة ميناء الإسكندرية أي قرار بغلق الميناء حتى الآن، و يعني حركة تداول البضائع تسير بشكل طبيعي داخل ميناء اسكندرية والدخيلة. متابعينا متابعي اليوم السابع، هنتابع مع حضراتكم مع حالة التقلبات الجوية في اسكندرية أول بأول. كنت أنا معكم جاكلين منير مراسل اليوم السابع في الإسكندرية، شكراً.